Distinguished. المندوبون الموقرون المدير العام أصحاب المعالي والسعادة المشاركون الكرام، يشرفني أن أخاطبكم بصفتي وزير الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في أستراليا. تتمتع أستراليا بتاريخ غني في مجال الزراعة، فالشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس والمالكون التقليديون لأراضينا هم أوائل المزارعين والصيادين والقائمين على الأحراج في أستراليا الذين يمكن أن نتعلم منهم الكثير حتى اليوم. أحيي الشعوب الأصلية من كافة أنحاء العالم بمن فيهم الذين يشاركون في هذا المؤتمر خلال هذا الأسبوع، وأشيد كذلك بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بفعل تركيزها على إدارة الموارد المائية في مؤتمر هذا العام. لا يخفى على حضراتكم أن أستراليا هي القارة المأهولة الأكثر جفافا في العالم، ونحن مدركون من دون أدنى شك لقيمة السياسات المائية السليمة التي تضمن استخدام وإدارة هذه الموارد الحيوية على نحو شفاف ومستدام ويمكن التنبؤ به، ونتطلع إلى الإسهام من خلال تجاربنا في تعزيز كفاءة المياه الزراعية خلال هذا الأسبوع. مؤتمر الفاو فرصة للاجتماع من أجل بحث التحديات العالمية التي تؤثر على الزراعة، وهو يسمح لنا بالنظر جماعيا في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات التي تجعل النظم الغذائية والزراعية قادرة على دعم خطة 2030 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. والجميع على بينة من التحديات ومن أسباب انعدام الأمن الغذائي كتغير المناخ ومفاعيل كوفيد-19 وضغوط تكاليف المعيشة والنزاعات. هذه التحديات جسيمة ولكنها ليست مستعصية، وتدين أستراليا بشدة الاجتياح الروسي غير الأخلاقي وغير القانوني لأوكرانيا والذي يفاقم إمكانية الوصول للأغذية بشكل ميسر وبأسعار معقولة في العالم، وندعو روسيا إلى سحب قواتها فورا من الأراضي الأوكرانية وإنهاء حربها عليها. الحلول لتحسين المخرجات الزراعية وإنتاج منتجات بشكل مستدام قائمة وتشكل أساسا لتوقعات أكثر إيجابية. أفتخر بشدة بالابتكارات التي تنفذ من جانب المزارعين في أستراليا، فهم يخفضون الانبعاثات ويعززون الصمود ويكيفون ممارساتهم لتوفير نمو في الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي العالمي. ما من حل يناسب الجميع، لذلك فإن المزارعين في أستراليا يستخدمون تقنيات الأسمدة المحكمة وتحسين إدارة التربة، ويستخدمون المياه بشكل مخفض، ويستندون إلى تكنولوجيات مختلطة للحد من الانبعاثات، كما يتخذون إجراءات لتحسين الإنتاجية والاستدامة مع التكيف مع آثار تغير المناخ. مزارعون هم قدوة من خلال صناعات اللحوم الحمراء ولحوم الخنزير، وهم يلتزمون بإنتاج لا يؤدي إلى انبعاثات كربونية بحلول 2025 و30 على التوالي، وهم يحظون بدعم الحكومة الأسترالية التي تود وقف الانبعاثات بحلول 2050. ولكن أستراليا تبقى قلقة بشأن ملايين السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع في كافة أنحاء العالم، وإن كنا نود القضاء على الجوع والاستجابة لأزمة انعدام الأمن الغذائي في العالم لا يمكننا أن نعمل لوحدنا. لهذا السبب فإن أستراليا ملتزمة بالعمل مع منظمة الفاو لوضع ممارسات مستدامة ومؤاتية للزراعة الذكية مناخيا على المستوى الدولي، خاصة في إقليم جنوب غرب الهادئ، وأستراليا تدعم الشركاء الدوليين في مكافحة تفشي الآفات والأمراض التي تهدد سبل المعيشية والأمن الغذائي. وينبغي ضمان شمل الشعوب الأصلية من نساء وشباب وذلك في مختلف سلاسل القيمة الزراعية، ونحن ندعو إلى الحد من وإعادة تنظيم الإعانات الزراعية المضرة بيئيا والتي تؤدي إلى اختلال التجارة، ما يمنع الجهود التي تقوض الزراعة المستدامة. نحن نصدر أكثر من 70% من إنتاجنا الزراعي، ونقر بأهمية التجارة الدولية المفتوحة والحرة، ولابد من دعم إمدادات الأغذية في العالم بشكل فعال ومستقر وفعال حيث التكلفة. في ظل تزايد التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وانتشار الآفات والأمراض والفيضانات وحالات الجفاف التي تؤثر على إنتاج الأغذية، فإن التجارة ينبغي أن تضمن استقرار
أوضاع المزارعين. أخيراً أنوه بعمل الفاو في دعم التجارة الزراعية على مستوى العالم من خلال خبرتها المعيارية والفنية. اليوم أكثر من أي وقت مضى، أستراليا مستعدة للعمل مع منظمة الأغذية والزراعة ومع المجتمع الدولي لوضع وتقاسم حلول تسمح بتحقيق الأهداف الاستراتيجية الفاو، تحسين الإنتاج، تحسين التغذية، تحسين البيئة وتحسين الحياة. شكراً باسم أستراليا.